السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أفرجيكم إزهار شجرة الخوخ الأصفر عندي. شوفوا ما شاء الله، هاي شكل الزهر عندي. طبعا موعد إزهار شجر الخوخ، أو خلينا نحكي أشجار اللوزيات، بيكون يعني خلينا نحكي ببداية شهر 3، بعد ما نتعدى 7/3 ببلش عنا الخوخ يزهر، ببلش عنا اللوز يزهر قبل بشهر شباط، وباقي اللوزيات ممكن تتأخر شوي لنهاية شهر آذار. هذا هو شكل إزهار شجرة الخوخ الأصفر، وبلش عندي الحب يعقد. شوفوا كيف ما شاء الله بلش عندي الحب يعقد، سبحانك يا رب. طبعا خلال النهار بتلاحظوا انه النحل بيكون ما شاء الله مليان عليها حتى يلقح، خلينا نحكي حتى يلقح الزهر. هذا هو شكل زهر الخوخ الأصفر، وهيك إجمالا أشكال أو شكل الخوخ، زهر الخوخ عفوا. وحبيت أفرجيكم كيف عندي الإزهار ما شاء الله بهاي الفترة. يعني حاولوا انكم ما كثير تكثوا مي، يعني لا تروا ري غمر، لا تروا ري غمر، خلي مثلا اذا ما في مطر ما في حالات جوية خلي الري ترطيب فقط، لانه زيادة الري بتخلي الازهار تسقط دون ان انه خلينا نحكي تعقد.